اتعرف بيك. عادل بالزيني. مهنتك ايه يا عم عادل؟ بياع. بياع على الفرشة دي. بقالك كام سنة؟ من 73. من 73. شايف اللي عملته النهاردة الداخلية في إزالة الطريق، يعني الناس اللي كانت فرشة كبياعين في الطريق، أحسن ولا يعني ولا دلوقتي؟ لا لا، بفلوسه على رصيف أحسن. ليه بقى؟ علشان خاطر الناس برضه بتعرف تمشي والعربات تمشي، لكن احنا واقفين في الرصيف. طب انت الاول ما كنتش بتقول للناس مثلا ان انت تعرفهم اللي تحت الرصيف يطلعوا مثلا وقفوا على الرصيف، ولا هنا كل واحد ليه الحته بتاعته؟ كل واحد ليه حته بتاعته برجع فيها بس كده. كل واحد. طب والناس اللي على الرصيف ده هتبقى اللي هم تحت هيبقى مصيرهم ايه؟ ما احنا كمان كنا تحت، ما احنا كنا زيه تحت، يعني كنا زيهم تحت. ايه اللي فرق بقى؟ اللي فرق وما اعرفش يلمونا، حتى ما بنبيعش حتى ولا بنشتغل. من ساعة ما عملوا شالونا كده ما استفتحناش. ما دخلش النهارده. النهارده وامبارح. ما فيش جنيه دخل جبنا. ما فيش ربع جنيه حتى واحد استفتحنا فيه. واقفين مناظر بس ديكور في الشارع. طب ايه اللي خلى الزبون يبعد؟ ايه اللي خلى الزبون يبعد؟ ما هو يعني من الهيجان بتاع البلد. هيصة والزنبليطة لازم يبعد. زبون محترم نازل بيشتري حاجة هيلاقي هيصة وجري ومش عارف ايه، بيخاف على نفسه. المفروض انت السيرفيس بتاعك ده طالع فين؟ عتبة عمارة. عتبة عمارة الجراج بتاع العتبة. في موقف في العتبة؟ الموقف هنخش العتبة جوه. المحلات يقول لك مفيش حد يقف هنا، وعربيات ليبيا اللي بتقف بتدفع ارضيات وبتاع، واحنا ما بنعرفش نقف. والمحلات كل واحد فرش فرشة، والمواتير وبتاع وكده ما نعرفش نقف. ورأيك ايه النهارده بعد ما ميدان الاسعاف اتفضى من جميع الباعة الجاهلين وبقوا على الرصيف؟ لا كده تمام يعني، الحمد لله. يعني انت كسواق كده حلوه يعني، وبنعرف نقف والطريق بيعرف يمشي وبتاع وكده. يعني شايف ان الطريق افضل؟ افضل كسير على الاول. المرور. ايوه كده افضل من الاول طبعا. ايه الرساله اللي انت بتحب توجهها للرئيس الجديد كمواطن مصري؟ اقول له الله يبارك لك ويا ريتها تبقى كده على طول.